حياكم الله ويا هلا وغلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف. اليوم الخميس نبدأ معاكم حلقة جديدة مليئة بالإثارة والتركيز والحيوية من خلال هذا البرنامج اللي يوصل المعلومة ويرسم الابتسامة على وجيهكم الطيبة يا أحلى مشاهدين. مثل ما عودناكم دائما مشاهدينا، احنا نتواجد في كل حلقة في محل من محلات هذا الصرح الكبير سوق واقف وهذا المعلم التراثي. اليوم احنا موجودين في محل أبجورة اللؤلؤة. أبجورة اللؤلؤة من اسمه يصنع الأبجورات، المصابيح الرمضانية والإنارات بالجبس بطريقة طبيعية بحتة. طبعا يحطون مع الأبجورات إضاءة الكهرباء الأنوار لرمضان، أو يقدرون بعد يحطونها عن طريق الشموع. محل جدا رائع موجود في مركز الحرف في سوق واقف. اليوم احنا موجودين في هذا المحل وتشوفون مثل يعني ان شاء الله تشوفون من خلال الصور بعض الأبجورات وبعض المصابيح الموجودة. ومثل ما عودكم هذا البرنامج دائما على وجود الأسئلة المفيدة وتوصيل المعلومة مشاهدينا، نذكركم بطريقة البرنامج. عندنا أبواب من 1 لين 12، من 1 لين 12، وعندنا 3 مسابقات. المسابقة الأولى سؤال على الطائر. السؤال على الطائر قيمته 1000 ريال، فيه 3 محاولات. الأول ما عرف في اتصال ثاني، الثاني ما عرف في اتصال ثالث، وهذا يكون النهائي، وإن شاء الله الكل فايز بإذن الله. المسابقة الثانية من خلال 12 باب، الحق ما تلحق. الحق ما تلحق يعني أكثر المشاهدين أنا لاحظت أنهم يحبونها لأن فيها إثارة وتحدي وصح وخطأ. هي عبارة عن 5 أسئلة صح أو خطأ، مدتها دقيقة. والله جبت الـ5 أسئلة لك 3000 زائد 500 ريال من مطعم ذا فيلج. أيضا عندنا باب واحد من 12 أبواب اللي هو السؤال الذهبي وقيمته 5000 ريال. 5000 ريال. السؤال هذا لا أحد يقول لي ساعدني فيه، أنتوا راح تحلونه إن شاء الله بدون مساعدة. أيضا عندنا الفقرة الأخيرة وهي فقرة محترفين التصوير، ما أبي أقول مواهب فعلا، لأن الصور اللي قاعدة تجينا والله صور ناس محترفين صراحة، صور فيها يعني حرفية كبيرة، صور فيها فعلا دراسة من ناحية زوايا، من ناحية العدسات اللي يختارونها. نعم مشاهدينا، هي فقرة عكس. فقرة عكس هذه لكل اللي يجون سوق واقف لهم حرية تصرف واختيار أي زاوية من زوايا سوق واقف. عندك حرية تصرف، تجيب عدساتك وعدتك وأغراضك وتجي وتاخذ لك زاوية من زوايا سوق واقف وتصور على مزاجك وعلى نظرتك أنت، لأن فعلا المصور له نظرة. هذه الفقرة قيمتها الفائز فيها طبعا قيمته 3000 ريال. ودائما احنا ما شاء الله نشوف صور صراحة ويحتارون اللجنة فيها لما يقررون نجاح واحد منهم، أو يعني هم كلهم صراحة صور حلوة، ولكن دائما اللجنة لهم نظرة من ناحية مثلا العدسة، الحرفية، الزاوية. عموما احنا نقدم لكم دعوة عن طريق هاشتاج البرنامج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. هذا الهاشتاج ترسلون صوركم عليه ونقول لكم حياكم في سوق واقف، ونذكركم ايضا بارقام البرنامج 4-1-8-1 4-1-8-1. الكل ان شاء الله راح يكون معانا ونحاول ناخذ اكبر عدد ممكن من الاتصالات. هدفنا وهمنا الوحيد مشاهدينا رسم الابتسامة على وجيهكم الطيبة. عموما ما نبي نطول عليكم، ندخل في مسابقاتنا وفي التحدي، واليوم نبي ناخذ اكبر عدد ممكن من الاتصالات ان شاء الله، وفالكم التوفيق كلكم يا رب، قولوا امين. نشوف اول اتصال معانا ونقول يا هلا وغلا ومرحبا باللي كلمنا. الو. الو محمد. السلام عليكم. عليكم أخوي. السلام يا محمد، حياك الله. الله يحييك ويبقيك. محمد من وين تكلمني؟ اكلمك والله من السالية. والله نعم بهالسالية. يا هلا وغلا يا محمد. خشمك تبقى.
محمد، الأبواب كلها تحت أمرك من 1 لين 12، أنت اللي قصيت شريط حلقتنا اليوم ولك حرية تصرف طال عمرك. شنو راح تختار من الأبواب؟ إن شاء الله أكون وجه خير عليهم إن شاء الله، على متصلين وعليكم بإذن الله. بإذن الله. شل الرقم اللي تختاره؟ نختار إن شاء الله بإذن الله رقم 7. أنت تشوف التلفزيون؟ اي نعم اخوي. ايه الابواب على الهواء واخترت رقم 7، شنو تتوقع خلف هذا الباب يا محمد؟ والله اللي جبنا الله حيه الله. والنعم بالله ما في شك، ولكن توقعاتك، عطنا رايك، خلينا ندردش معاك شوي تونا في اول حلقه يمكن يعني. يمكن ان ما خاب ظني سؤال على الطاير. والله يا اخي انا يعجبني انك قنوع، قنوع ما شاء الله عليك محمد. عموما الله يوفقك ان شاء الله. نعم صدقت والله. عموما محمد خلنا نفتح الباب، واذا تبينا نفتح الباب انت تقول افتحوا لي الباب، توكلنا على الله. توكلنا على الله افتح الباب. نفتح الباب توكلنا. والله جت على ما تتمنى يا محمد، كانك تدري. وعلى نياتكم ترزقون. ما شاء الله ما شاء الله. عموما محمد انا احب اقول لك شيء قبل لا تجاوب، إن شاء الله أنك تجاوب صح. أنت حتى لو ما جاوبت اسمك راح يكون من ضمن القرعة على سحب السيارة آخر الشهر، يعني فايز فايز بإذن الله. محمد سؤال الله يسلمك، إن شاء الله أنه سهل وزين ويكون وجه خير، يعني اتصالك كأول اتصال لبرنامج حياكم في سوق واقف، نبي تركيز منك محمد. مستعد؟ مستعد. كفو والله. يقول لك كم تبلغ مدة الدراسة في كلية الشرطة في قطر؟ كلية الشرطة عندهم مدة زمنية، ما أدري عاد هل أنت عسكري ولا اللي حولك، في حولك حد عسكري أكيد بيعرفها لأنها معروفة يعني. هي معروفة بس أنا بيشوف فيها اختيارات ولا ما فيها اختيارات. مدة الدراسة في الكلية العسكرية إيه كلية الشرطة. كلية الشرطة 4 سنين. لا شوف محمد، أنا اللي يقول لي ظني وما ظني هذا لبيت في منى. ما أدري، أحس إنه مو واثق. محمد صوتك صوت واحد واثق، صوتك يخوف محمد، أنت قوي. دو يلا سبحان بس إن شاء الله. عطنا إيه عطنا عطنا. 4 سنين. أربع سنين أنت طالع في العيون، وألف ألف ألف مبروك، 1000 ريال. الله يبارك حياتك. توفقت توفقت يا محمد. نعم نعم. كم تبلغ مدة الدراسة في كلية الشرطة في قطر؟ مدة الدراسة بكلية الشرطة في قطر 4 سنوات نفس ما جاوب أخونا محمد، وتقسم إلى فصول دراسية مدة كل منها 16 أسبوع. ألف مبروك يا محمد. وراح سؤال على الطائر، لكن باقي الأسئلة وباقي السؤال الذهبي، نشوف منه معانا ونقول يا هلا وغلا وحياكم الله في سوق واقف. محمد ما شاء الله اليوم محمد ورا بعض، حيا الله محمد. يا هلا يا ابو جاسم. يا هلا حياك الله. من وين تكلمني طال عمرك؟ اكلمك من ام صلال. من ام صلال، ويا هلا بهل ام صلال وحياكم الله جميع. ام صلال محمد ولا ام صلال علي؟ لا ام صلال علي. ام صلال علي، ويا هلا وغلا فيكم جميع. يا هلا بك محمد. هلا بك محمد. انت ثاني متصل، السؤال الذهبي ما راح. هل انت من الناس اللي يطمح في السؤال الذهبي ولا تحب التحدي وتقول ابي الحق ما تلحق، ولا قنوع نفس اخونا محمد تقول لا ابي سؤال على الطاير؟ والله اللي هو اي شيء. لا هذه اللي هو، شوف هذه اللي هو، انا ما ادري احس انك متردد ما تبي تشارك. عطنا قول لي رايك. والله ابي السؤال الذهبي. ايه كفو عليك. والله محمد انت ما شاء الله عليك، مبين عليك بتكسر الدنيا ان شاء الله. عموما تبينا نشوف الابواب؟ افتح على الله. لا لا اصبر يا اخوي، خلينا نشوف الابواب زين. اي رقم تختار؟ اهدى اهدى، خذ نفس عميق محمد. يلا شوي. طيب اي رقم تختار؟ رقم 5. اذا تبينا نفتح الباب انت قول توكلنا على الله افتحوا الباب. توكلنا على الله افتح على الله نفتح. يلا توكلنا على الله افتح الباب.
وانفتح الباب. وسؤال على الطاير، سؤال على الطاير، وان شاء الله انك قنوع نفس اخونا محمد اللي قبلك، وراح اسالك سؤال ان شاء الله يعني اتوقع 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 انك ان شاء الله بتعرفه من اول مره. اين تقع منطقة محمد؟ اسمعني لا تجاوب الين ما تكون متاكد. اين تقع منطقة ام الزبار؟ ام الزبار منطقة موجودة في قطر. وين مكانها؟ وين مكانها يعني على اي جهة؟ على اي ها اعطني شيء قريب. هي وين، في الشمال ولا في الجنوب ولا حولها؟ لا ايش رايك اقول لك وين وخلاص واعطيك بعد الاجابه مره واحده واروح انا. ما ادري يعني محمد، محمد ما يصير محمد ما. جنوب غرب الكرانه. محمد ايش قلت ايش قلت؟ جنوب غرب الكرانه. جنوب غرب الكرانه يعني شوف انت قلت جنوب غرب، جنوب غرب ما ادري ما ادري ما ادري. قريب قريب ها اخر مره. يلا محمد انت راك قريب محمد بس ها. جنوب شرق الكرانه. والله شوف اللي انت تقوله هو قريب من الصحه يعني انا ما اقدر اقول لك لا، لكن المشكله ان انا يعني متحدد في اجابه معينه، ولا اللي انت تقوله قريب من الصحه جدا. خلنا على جنوب. لا اصبر انت قلت جنوب وبعدين يعني شنو الخط او المنطقه اللي قريبه منها؟ المنطقه اللي قريبه منها اذا قلت لي الطريق اللي قريب منها انا بقول لك الشمال. طريق وين رحت يا اخوي؟ ايش فيك؟ عند الكرانه توك تقول لي جنوب. طيب طريق يا اخوي عطنا الطريق، اسم الطريق. طريق الدخان. محمد انت قلنا من هل الشمال يا اخوي، هل الشمال على راسي من فوق بس عاد ما يبيلها يعني. قول لي الكرعانه، كرعانه اي طريق، قول لي اسم الطريق هذا بس. صح انت والله بالضبط بالضبط اني مو بحاول انا الطريق الشارع خط خط ها حوالي حوالي ابو سمره. طيب انت مو قاعد تقول لي اسم الشارع اللي انت تتكلم عنه، يعني انت تقول لي الكرعانه اوكي، تقول لي كذا اوكي، كلامك كله صح. شو اسم الشارع اللي انت بتكون عليه؟ شارع على ما اظن روضة راشد. صح صح محمد انت قاعد تقول لي اسماء مناطق، اقول لك الشارع المنطقه الطريق الطريق. محمد شكلك شكلك ما تريقت اليوم. شكلي ها؟ ما سمعتك. والله بالضبط بالضبط اني ماني بداله. يا اخوي انت الحين تقول طريق الكرعانه، رايح الكرعانه. طريق الكرعانه. الكرعانه. طيب شو اسم الشارع هذا؟ والله ماني انا متاكد الحين، انا متاكد الحين المشاهدين كلهم قاعدين يجاوبون. خط الكرعان ما في غيره، ماني بعرف غيره. والله اسمح لي، اسمح لي محمد، محمد انا اسف والله العظيم يعني حاولت قد ما اقدر. عموما انت بتكون فايز معانا ان شاء الله في السحب على السياره باذن الله اخر الشهر، ويا رب تكون يعني من نصيبك. عموما عندنا احنا مثل ما قلنا لكم اللي هو السؤال على الطاير يكون فيه له ثلاث محاولات. محمد سهل لكم الاجابه، والله سهلها لكم، بس مو راضي يقول لي اسم الشارع او الطريق. ناخذ اتصال، ناخذ اتصال. هلا السلام عليكم عبد الرحيم، حياك الله. الله يحييك عبد الرحيم، من وين تكلمني؟ معيذر. يا هلا وغلا بهل معيذر كلهم. عبد الرحيم انت شفت المتصل اللي قبلك، سمعت ايش قال؟ ايه نعم سمعت. طيب أين تقع منطقة أم الزبار؟ هي حول كرعانة وعلى خط بثمرة. يعني اسم الطريق، الطريق طريق بثمرة. أنت
والله أنا بعطيك محاولة أخيرة، أنت قاعد تقول صح بس اسم الطريق مو قاعد تقوله صح، يعني أنا ساعدتك بما فيه الكفاية. يلا محمد، صمت وهدوء. ما وقت صمت والهدوء، احنا في برنامج حياكم في السوق واقف، يبي له إثارة، يبي له صحصحة، يبي له واحد على طول. يلا. عبد الرحيم. هلا. عبد الرحيم حسسني انك داش على برنامج شعر وهدوء ورومانسية، عطني إجابة. الخبرة أعطيتك أنا وضحت لك، والله وضحت لك. يعني بس غير. عبد الرحيم. هلا. يعني عطني إجابة. إيه 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 قول قول. عندهم بركة هي. يلا قول قول. هي تقريبا الشمالي صح؟ عبد الرحيم، عبد الرحيم أنا أعتذر منك حبيب قلبي أنت. عموما تحياتي لك ولهل معذر كلهم، وإن شاء الله أنك تكون من ضمن الأسماء اللي موجودة في سحب السيارة إن شاء الله آخر الشهر، وفالك التوفيق. ناخذ آخر اتصال يا جماعة، والله أنا توقعت السؤال سهل، يعني أنا ما أدري ليش. نشوف ختامها مسك وثالث اتصال، ويا هلا وغلا فيك يا أحمد. حياك الله. ألو. حياك الله أحمد. أحمد قصر على التلفزيون. السلام. حياكم الله. أحمد. أحمد قصر على التلفزيون عشان أقدر أسمعك عدل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أحمد من وين تكلمني؟ من مسيمير. من مسيمير، ويا هلا وغلا بهل مسيمير كلهم. أحمد حبيبي، أين تقع منطقة أم الزبار؟ منطقة أم الزبار إيش؟ يا ما شاء الله عليك، ما شاء الله، أنا هذا اللي أنطره، أبي حد يقول لي طريق سلوى صح، ألف مبروك، صح ألف ريال، طريق سلوى يا جماعة، طريق سلوى ما يبي لها اللي يقول لي بسمرة واللي يقول لي خط الشمال واللي عموما منطقة أم الزبار تقع على طريق سلوى، وبها قريتان الشرقية والغربية، أم الزبار على طريق سلوى. الشباب اللي قالوا لي كرعانة، عموما ألف مبروك يا أحمد، ألف مبروك، ألف ريال، ومتواصلين معاكم ومع اتصالاتكم، ونقول ما أدري نقول هلا وغلا ومرحبا فيكم ولا نطلع فاصل؟ نطلع فاصل، يلا يلا يقولوا لنا نطلع فاصل. عموما نطلع فاصل ونرجع لكم من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف، لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. يا هلا وغلا فيكم مشاهدينا، ومتواصلين معاكم من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف، برنامج الإثارة، برنامج التركيز، الحيوية. يعني قبل شوي الشباب والله متفاعلين، ولكن نبي أكثر، نبي حيوية. عموما واللي ما عنده شغل نقول له وين حياك في سوق واقف، أجواء حلوة وزحمة وناسة، وما شاء الله يعني فعلا مكان يستحق ان اي حد يجي ويشوف هذا المكان. صرح ومعلم فيه جميع المحلات اللي تخطر على بالك وما تخطر على بالك. ما بطول عليكم، خلونا ناخذ اتصال ونقول يا هلا وغلا. شهد حياك الله. الله يحييك. يا مرحبا شهد، من وين تكلميني؟ من المعيذر. من المعيذر، ويا هلا وغلا بهالمعيذر. شهد طبعا رقم 5 راح ورقم 7 راح، السؤال الذهبي للحين ما راح، والحق ما تلحق، لين الحين ما حد خذ ولا مسابقه من الحق ما تلحق. لا انا انتي... السؤال الذهبي. ايه كفو عليك، هذا اللي انا ابيهم، ابي ناس داشين جامد، ابي السؤال الذهبي على طول. عموما
نشوف الأبواب مع بعض شهد؟ إن شاء الله. شوف الأبواب، الأبواب طالعة قدامك على الهواء. شايفة الأبواب شهد؟ إي شايفتهم. طيب. ثمانية. رقم ثمانية، وإن شاء الله فالك التوفيق يا رب، وإذا تبينا نفتح الباب أنت قولي، افتحوا لي الباب، توكلنا على الله. توكلنا على الله، افتح الباب. نفتح الباب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق، وفالك التوفيق إن شاء الله، فالك التوفيق إن شاء الله. بس شوفي شهد، أبى أقول لك شيء، الحق ما تلحق صح إنه حلو، بس ترى ممكن مفردة بسيطة، يعني أنا راح أقرأ لك السؤال، انتبهي على كل كلمة معاي؟ إن شاء الله. إي معك. إن شاء الله، إن شاء الله، الله يوفقك يا رب، قولي آمين. آمين. طيب شهد، نبدأ؟ إي نبدأ. توكلنا على الله. الأحمد هو حي قديم من أحياء مدينة الشمال، صح ولا خطأ؟ خطأ. 1000 ريال. برج الساعة تم بناءه في عام 1990، صح ولا خطأ؟ صح. أوه أنت خطأ. البلبول هو لعبة شعبية، صح أم خطأ؟ صح. وأنت صح. 500 ريال. الباز هو من أنواع الصقور، من أنواع الطيور، صقر في نوع من أنواعه اسمه الباز، صح ولا خطأ؟ صح. وأنت صح. أوبك هي منظمة البلدان المصدرة للنفط، صح أم خطأ؟ بسرعة. صح صح. وأنت صح. ألف 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 مبروك، ما شاء الله عليك. عموماً عندك 1000، 2500 زائد 500 ريال من مطعم ذا فيلج. ألف مبروك اختي شهد، توفقتي. ونعيد لكم مشاهدينا من باب توصيل المعلومة، احنا لما نعيد الأسئلة والأجوبة هذا دليل على ان احنا نبي نرسخ المعلومة في عقولنا وأولكم انا طبعا. الأحمد هو حي قديم من أحياء مدينة الشمال، خطأ، هو من أحياء الدوحة. برج الساعة تم بناءه في عام 1990، خطأ، تم بناءه في عام 1959 وتحديدا في شهر يناير، وهو أحد معالم الدوحة المعمارية التجميلية القديمة. البلبول هو لعبة شعبية، صح أم خطأ؟ صحيح، وهي عبارة عن قطعة خشبية مستديرة وتشبه الدوامة، وفي أسفلها مسمار صغير وتدار بواسطة خيط من القماش مربوط برأس عصا قصيرة. الباز نعم هو من أنواع الطيور، وهو من الأنواع الصغيرة المتوسطة، المتوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر، يعني أجنحتها قصيرة. مشاهدينا، أوبك هي منظمة البلدان المصدرة للنفط، صح أم خطأ؟ تأسست في سبتمبر، صحيح، عام 1960، وانضمت قطر إلى عضويتها عام 1961. وما زلنا متواصلين معاكم ومع الأسئلة والإثارة وسرعة البديهة ورسم الابتسامة على وجيهكم، هذا أهم شيء، وإنكم تكونون راضين علينا مشاهدينا. فاطمة، يا هلا وغلا فيك يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله فاطمة. مساكم الله بالخير. فاطمة، قولي حق اللي عندك يلتزمون الصمت شوي، هدوء، قولي لهم أنا داشة تحدي مع فواز وأبي أربح الأسئلة كلها. حلو؟ إن شاء الله. فاطمة، طبعاً راح رقم 5 و7 و8. لكن باقي الأبواب كلها تحت أمرك. أي رقم؟ 9. 9، إيش معنى اخترتي رقم 9؟ ما أدري، إن شاء الله متفائلة فيه. إن شاء الله يا رب. فاطمة، من وين تكلميني أول شيء؟ أنا من الزبارة. من وين؟ من الزبارة. ما شاء الله، من الزبارة، يا هلا وغلا بهال الشمال. عموماً الأبواب قدامك على الهواء، أنت شايفتهم؟ أي. ورقم 9، وإن شاء الله فالك التوفيق يا رب، و
إذا أنت تبين نفتح الباب قولي افتحوا الباب، توكلنا على الله. توكلنا على الله، افتحوا الباب. نفتح الباب، يلا نفتح الباب إن شاء الله. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، وإن شاء الله فالت التوفيق يا رب، وانتبهي لي ها معاي. أوكي. إيه. طيب متى تأسس الاتحاد القطري لألعاب القوى؟ لألعاب القوى فيه عام معين تأسس هذا الاتحاد، في أي عام؟ أعيد لك السؤال مرة أخيرة، متى تأسس الاتحاد القطري لألعاب القوة؟ يلا. ما في احتمالات؟ لا والله ما في احتمالات، لأن احنا أسئلتنا يعني أنا أحس أنها سهلة مو محتاجة احتمالات. زين هو قريبة وبعيد يعني السنة. بعيد. يلا ها. مع ان انا والله يعني ترى ممكن يهاوشوني يقولوا لي لا تغشش لا تساعد. يلا ها. قربت لك. يلا قولي. 1985. والله شوفي انا قلت لك بعيد وبسوي نفسي ما سمعتك. يلا ها. أبعد. شلون؟ مشغلة التلفزيون أنت؟ لحظة ترى أنا مو قادر أسمعك عدل صراحة. صوت صدى قوي قاعد يجيني منك. 1975. إيه وقصر على التلفزيون على آخر شيء وبسوي نفسي ما سمعتك وعطيني إجابة أخيرة. يلا. 1900 و. يلا. يلا لا ترددين يلا قوية أيوة 12 هو هذا يلا قولي 1912 لا ايش دعوة 12 عموما فالك التوفيق إن شاء الله أي يلا قولي يلا ما ردها بخاطر تقولي آخر شيء راحت للأسف عموما اسمك راح يكون من ضمن الأسماء اللي تتواجد على سحب السيارة إن شاء الله وفالت التوفيق يا رب وناخذ اتصال جديد علي مساك الله بالخير يا علي يكون نور يا هلا هلا يا علي من وين تكلمني طال عمرك من خليفة يا هلا وغلا بهالمدينة خليفة الشمالية ولا الجنوبية جنوبية يا مرحبا علي يا هلا السؤال طبعا بما ان احنا عندنا سؤال على الطاير لنا ثلاث محاولات، المحاولة الأولى ما جاوبت عليها الأخت المتصلة، الحين من دورك ومن نصيبك وإن شاء الله أنك تقدر تجاوب لأنك أخذت فرصة كبيرة، سمعت السؤال، متى تأسست أوكي أو تأسس الاتحاد القطري لألعاب القوة؟ متى تأسس الاتحاد القطري لألعاب القوة؟ يلا وإذا أنت رياضي 1963 ما اسمعك 1963 مصمم مصمم ويعني ما ادري ايش اقول لك والله قريب بعيد ها عندك محاولة ولا انت مصمم خلاص يعني تشوف ان هذا هو الجواب ساعدني اخوي ما هو قاعد اساعدك انا قاعد اقول لك قريب بعيد ها يعني ما يبي لها علي صحت بالصوت الرفيع قول اخر احتمال يلا ها علي ها علي انا مو قادر اسمع منك شيء يعني والله نقول اي شيء لانه ما يصير يعني ساكت وانا قاعد احاول فيك يمكن 77 والله للاسف علي اسمح لي يعني انا احاول اساعد واحاول مشاهدينا اني انا اعطي فرصه لكن بعد يعني
انتوا بعد ساعدوني على اساس انه رتم البرنامج ما ينزل، نحاول اجابه سريعه ونحاول نكون يعني شوي في نشاط. عموما معانا اتصال. مريم، 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 يا هلا وغلا اختي مريم. يا هلا مرحبتين، حياك الله. من وين تكلميني؟ من الريان. ونعم بهل الريان، ويا هلا وغلا فيكم واحد واحد. مريم هلا. طبعا السؤال اللي هو على الطائر ومحاولتك انت الثالثه واخونا علي اساس بس ها ممكن اعطيك يعني تلميحه انتبهي لي. اخونا علي كان قريب، كان قريب متى تاسس الاتحاد القطري لالعاب القوه في عام ايش رايك اجاوب اقول الجواب كاني اقول الجواب كاني ما ادري ولا ما يصير؟ عام 1963. يعني نفس إجابة أخوي علي، أنا قاعد أقول لك إنه قال إجابة قريبة. 76. والله أنا أعطيك محاولة أخيرة وأسوي نفسي ما سمعتك. يلا يعني نقرب ولا نبعد؟ أنا أقول لك قريب، يعني أنت قريب قريب بس عاد والله ما ادري مو ناقص الا اسوي هالشكل ها بعد خلاص. يمكن 1964. كم كم؟ 1964. 64؟ اي نعم. متاكده؟ ان شاء الله. مريم ما في محاولات مني مني؟ ان شاء الله. لا 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 مريم، مريم انت خطيرة، مريم انت خطيرة بس للأسف إجابتك خطأ، والله إجابتك خطأ للأسف. عموما عموما السؤال على الطاير، يعني أنا ما أدري السؤال على الطاير والله اليوم كل السؤال على الطاير ما حد يجاوبه بسهولة. متى تأسس الاتحاد القطري لألعاب القوة؟ تأسس عام 1961. 61 لكن 63 انضم إلى الاتحاد الدولي، هذا اللي قاعد يلخبطكم مشاهدينا. عموما احنا متواصلين معاكم ونقول حق اخواننا اللي ما جاوبوا انتوا راح تكونوا موجودين معانا ان شاء الله في قرعة السيارة آخر الشهر، وفالكم التوفيق. ومشاهدينا انا اتمنى ان الكل يكون مبسوط معانا وان شاء الله نقدر نوصل المعلومة وتكونوا راضين علينا. عاشة مساك الله بالخير اختي عاشة. الو يا هلا وغلا. اهلين عاشة، من وين تكلميني؟ من الريان. يا هلا بهل الريان وحياكم الله جميع. اهلا عاشة، عندنا 1 2 3 4 6 10 11 12 4. ما شاء الله 4. شنو متوقعة ورا هالباب؟ شاف سؤال ذهبي. ما شاء الله عليك، هي كفو 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 قوية. طيب طيب تبينا نفتح الباب نتوكل على الله؟ اي توكلنا على الله، توكلنا على الله نفتح الباب. يلا الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سؤال ذهبي، سؤال ذهبي عاشة. ايه لا عاشة مو مستانسة، ايش رايك نغير؟ نغير لا لا مستانسة ولا نغير؟ اي اكيد. ها اي اكيد. يلا فالت التوفيق ان شاء الله، قولي امين. امين. السؤال يقول متى انشئت اول مدرسة لتدريب الشرطة في قطر؟ متى انشئت اول مدرسة؟ اصبري لا تجاوبين، خليني اعيد لك السؤال بهداوة عشان تكون إجابتك 100%، لأن هذه 5000 ما فيها مساعدة. متى أنشئت أول مدرسة لتدريب الشرطة في قطر؟ عيد لك السؤال ولا خلاص أوكي وصلت المعلومة؟ لا عيد السؤال. متى أنشئت، يعني متى تم إنشاء أول مدرسة لتدريب الشرطة في قطر؟ شرطة في قطر سووا لهم مكان مدرسة، متى انشأت هذه المدرسة؟ في عام
كذا 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 كذا. ألف. وعقب نقول لك ألف مبروك 5000. يلا يلا بس خلت سريعة. يلا 1971. ألف وتسعمية وواحد وسبعين. متأكدة؟ إيه إن شاء الله. ليش خايفة؟ حسك أنا حسك مترددة. لا إن شاء الله. متأكدة؟ إن شاء الله. والله ألف مبروك 5000 ريال. كفو عليك كفو عليك. عموما متى أنشئت أول مدرسة لتدريب الشرطة في قطر؟ نعم في عام 1971، وكانت تطلع آنذاك بتدريب جميع منتسبي وزارة الداخلية وبتطور العمل الشرطي في وزارة الداخلية. ألف مبروك لأختنا 5000 ريال، والسؤال الذهبي راح، لكن باقي أسئلة وباقي أبواب. لا تروحون بعيد، احنا بنطلع فاصل وراجعين لكم مشاهدينا. هلا وغلا فيكم مشاهدينا، وعودة جديدة من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف. ما شاء الله الوقت يمر بسرعة معاكم مشاهدينا. وصلنا لآخر فقرة اللي هي فقرة عكس، ولكن بنحاول أن ناخذ على الأقل يعني كم اتصال إن شاء الله، أساس بس أن تكونوا راضين علينا. ناخذ اتصال معانا ونقول يا هلا وغلا وحياك الله. أم غانم، حياك الله يا أم غانم. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا وغلا. من وين تكلميني ام غانم؟ خريطيات. من الخريطيات، ويا هلا وغلا بهالخريطيات. واحد واحد ام غانم. خلينا نشوف الابواب على الشاشه مع بعض ونشوف انت شنو راح تختارين من الابواب. اي رقم راح تختارين؟ ثلاثه. رقم ثلاثه، وفالك التوفيق. اذا بغيتينا نفتح الباب قولي افتحوا لنا الباب. توكلنا على الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. نفتح الباب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، وإن شاء الله فالك التوفيق يا أم غانم. قولي آمين. آمين يا رب. أم غانم يقولك متى تأسس الاتحاد القطري للعبة البولينج؟ لعبة البولينج في أي عام تأسس الاتحاد حق هذه اللعبة؟ الاتحاد القطري للعبة البولينج في أي عام تأسس؟ أعيد لك السؤال أم غانم. أعيد لك السؤال. متى تأسس الاتحاد القطري للعبة البولينج؟ لعبة البولينج 1979. متأكدة أم غانم؟ ما أدري، أنت ساعدني، ما أدري صح ولا لا. يعني خليك واثقة من نفسك أم غانم، خليك واثقة من نفسك. 79. توكل على الله. إيه كفو عليك، ألف مبروك. الله يبارك في عمرك. ألف مبروك يا أم غانم، ألف مبروك أختي. نعم مشاهدينا، متى تأسس الاتحاد القطري للعبة البولينج؟ في عام 1979، وقطر تعتبر أول دولة عربية يشكل بها اتحاد للبولينج. هذه معلومة مهمة لنا جميعا. متواصلين معاكم ونحاول ناخذ اكبر عدد من الاتصالات ونشوف اتصال جديد. ابو سالم يا هلا. مرحبا ابو سالم، حياك الله. حياك الله. عليكم السلام ابو سالم. الوقت يداهمنا، ودنا ناخذ علومك. وحياك الله ويا هلا وغلا فيك، ولكن خلنا نشوف الابواب على الشاشه على اساس ان ناخذ اكبر عدد من الاتصالات. الابواب على الهواء ابو سالم، وش تختار؟ إن شاء الله 10. رقم 10، وإن شاء الله فالك التوفيق يا رب. تبينا نفتح الباب؟ نفتح الباب، توكل على الله. نفتح الباب، توكلنا على الله. سؤال على الطائر،
سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، وإن شاء الله فالك التوفيق يا رب. إن شاء الله. سؤال يقول لك متى أنشأت إدارة الطيران المدني؟ إدارة الطيران المدني في أي عام أنشأت؟ في أي عام أنشأت إدارة الطيران المدني؟ وأنت يا أبو سالم قدها وقدود إن شاء الله، وفالك التوفيق. ونسمع إجابتك يا أبو سالم، يقول متى أنشأت إدارة الطيران المدني؟ سؤال سهل أتوقع ولا في صعوبة أنت شايف؟ والله صعب صراحة، بس إن شاء الله يكون 1990. أبو سالم أنا بسوي نفسي ما سمعتك، يعني الطيران المدني تهقى أنه في 1990 ينشأ طيران المدني؟ ما أظن يعني. لا أبو سالم، أبو سالم كذا تزعلني منك، يعني ما شاء الله عليك أنت داش بقوة وأوكي وأمورك طيبة، مفروض تعطيني إجابة على طول لمسة. إن شاء الله 79. آخر محاولة لك يا أبو سالم، يلا آخر محاولة، أنت راك قريب، يعني حاول أنك تبعد شوي، يعني تشوفني أنت ولا ما تشوفني؟ أشوفك شوي. ها شوفني إن شاء الله. أنزل ولا أطلع؟ ها قاعد أقول لك يعني ورا، يعني انزل ما يبي لها. انت اقول لك تشوفني بعد ابو سالم. 65. توكل على ابو سالم. ابو سالم تكفى يا ابو سالم، طلبتك طلبه، اخر اجابه، يلا يلا ابو سالم. ما ادري انا اليوم خميس، المفروض كلكم تجاوبون صح. يعني 61. ابو سالم، ابو سالم بعيد والله، انت مو بعيد. ما لنا نصيب، ما لنا نصيب، خلنا الغالي. يا أخي خنوع أبو سالم، الله يوفقك إن شاء الله في السحب على السيارة عموما. حلوة هذه، خلها الغيري، والله كفو يا أخي، محبة الناس هذه حلوة. عموما ناخذ اتصال وضحة، يا هلا وغلا وضحة، انقطع الخط مع وضحة عموما. ألو ألو وضحة معاي، تسمعيني؟ إيه. مساك الله بالخير، من وين تكلميني؟ عليكم السلام، من وين تكلميني؟ من معيذر. من معيذر، يا هلا وغلا بهل معيذر. متى أنشأت إدارة الطيران المدني؟ واضحة، أبي إجابة سريعة كذا بكل ثقة وبكل قوة، يلا. متى أنشأت إدارة الطيران المدني؟ لحظة شوي. لا لحظة شوي، هذه وين قاعدين احنا؟ لا 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 لا، تعالي تعالي، وين رايحة؟ برنامج ووقت عندنا ما يصير. واضحة، أعيد لك السؤال آخر مرة، متى أنشأت إدارة الطيران المدني؟ إدارة الطيران المدني في أي عام أنشأ؟ ما يبي لها، أنا ما أدري. لحظة شوي، هذه وين؟ ها؟ مو قادر أسمع. 2001. أعطيني إجابة، أعطيني إجابة 2001. أخيرة. 2001. لا لا، شوفي شوفي، أنت تابعتينا قبل شوي، الاتصال المتصل اللي قبلك شفت سمعتيه ولا ما سمعتيه؟ 2009. المتصل اللي قبلك بس جاوبيني، سمعتيه ولا لا؟ لا ما سمعته. لأنه قرب، هو قرب ترى كثير من الإجابة، يعني هو قرب، المفروض أن لا لا، شوفي الطيران المدني، الطيران المدني مو جديد، الطيران المدني قديم، انشئ قديم. 1980. ما سمعت. 1980. اقول لك ما سمعت، يعني غيري. يلا يلا، انا عندي احساس ان هذه الاجابه الصحيحه. فوق ولا تحت؟ ها؟ فوق ولا اطلع، فوق ولا تحت؟ اعطيني اجابه، اعطيني اجابه. انا لان والله العظيم الوقت قاعد يداهمنا، ودي اني اخذ اكبر عدد من المتصلين. عموما انا بساعدك، اسمعي انا بساعدك، انا اقول لك 1900 وانت كملي، يلا بعد ما قصرت.
يلا يلا 1900 وايش اخر احتمال؟ 1980. والله للاسف للاسف واضحه للاسف والله. عموما ناخذ اتصال جديد ناخذ اتصال جديد وانا ودي والله اليوم الحق ما تلحق ما في. ناخذ اتصال جديد. عبد الله. الو الو. هلا عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام. من وين تكلمني؟ من الخور. يا هلا بهل الخور. هلا بهل الشمال كلهم. عبد الله. نعم. عندي احساس عندي احساس ما ادري ليش انك راح تجاوب صح. تكفى لا تفشلني. متى انشئت إدارة الطيران المدني؟ إدارة الطيران المدني. تكفى يا ابو عابد. 1950. ابو عابد وانا اقول الحين انك انت ما راح تفشلني ما راح تفشلني. افا 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 والله افا. يلا يا اهل الخور. 1900 ايه سمعني تسمعني انت تقول 1900 وتسكت. 1970. والله قربت والله قربت واجد. يلا ها بعد ما قصرت انا. تشوفني انت تشوفني. 1969. عبد الله تشوفني. اي اي اشوفك. ها يلا اخر 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 محاوله عبد الله. 1971. عبد الله اخر محاوله يا اخي اخر محاوله. تكفى ما ادري يعني مو ناقص الا رويك الاجابه ترى انا خلاص يعني. هذه اخر محاوله اخر محاوله اذا قلت صح اوكي ما قلت ما اقدر اقول لك اكثر. يلا 1900. ايه ايه 67. اخ حرام عليك عبد الله عبد الله قاعد أأشر لك. عموما 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 ناخذ الإجابة لأن خلاص والله انتهى انتهى الوقت. ودي إني آخذ أكبر عدد منكم يعني صراحة مشاهدينا. متى أنشأت إدارة الطيران المدني؟ عام 1973 وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية. 73 يا الله قرب قال لي 71 بس ما قدر. عموما عموما مشاهدينا احنا متواصلين معاكم بكرة لا تنسون يعني بكرة راح نكون معاكم أيضا. والحين انتقلنا إلى الفقرة الجميلة اللي فيها طبعا الحرفية في التصوير ولكن بالآلات. فقرة عكس هي اللي طبعا طلع لنا الصورة الجميلة. واليوم معانا فايزة اسمها زهرة سالم المري. زهرة سالم المري نقول لها ألف مبروك ونهنيها على هذه الصورة الحلوة صراحة وعلى هذا الإبداع. ما قصرت أختنا زهرة فازت ب 3000 ريال. وإن شاء الله راح نكون متواصلين معاكم إن شاء الله بكرة الجمعة ويا رب يا رب أن تكون في إجابات أكثر وسرعة بديها أكثر. عموما الهدف الأول والأخير هو توصيل المعلومة ورسم الابتسامة على وجهكم مشاهدينا. تقبلوا تحياتي وفمان الله مع السلامة.